نومة ساعة بالجبل قد 10 ساعات ببيروت. فتحت الباب، الهوايات غير شكل، البرودات غير شكل، نمنا وعينا ساعة 6. اليوم نهار كتير طويل بكفي بقضاء بشري. وعدكم تقريبا 11 أو 12 ضيعة من 22، وبلشنا مش بفرن بس بلشنا بالبيت. كلود تعرفتوا عليه، كلود الفرن، كلود رح نروح لعنده بعد شوي، بس كلود أصر أنا اللي التقى عنده بالبيت. رح نعمل ترويقة كشك، شوية قهوة، هالأجواء الكتير حلوة بحدث الجبة قبل ما قلي عن نهار مشوار داي 2 قضاء بشري ببلش. الكشك هو بيعملوه من البرغل مع لبن ولبن، بيقطعوه بيرجعوا بيكسروه بيحطوه تا ينشف منيح، بيطحنوه، بنحط معه قورمة. في ناس بيحبوه بلا قورمة، فينا نحط معه بصل وثوم وبنغليه بالمي، وهو ترويقة طيبة وخصوصا بأيام الشتاء. يعني بالجبل وببيتكم ما في كشك، يعني انتو في شي غلط بالجبل بلبنان ببيت لبناني؟ اكيد لازم يكون في كشك. كشك شغله كثير مهمه، ما بعرف ليش من زمان، بعد شوي هلا الناس بتفكر انه كشك للخضاريه وكشك للكبار. ابدا، الكشك شيء كثير طيب، طعمته لبن، طعمته لبنه، طعمته جبنه، طعمته حموضه شوي، كثير بغزه، طيب بالمعلقه، طيب بالخبزه، طيب على بكره، طيب الظهر، طيب عشيه، طيب مع انتو توم، طيب مع قورمه، طيب مع معكرون، طيب مع لحمه. عم نحركهم ببين اذا تقل ولا لا، كمان حسب الذوق. يعني في ناس بيحبوا الكشك يكون سميك، في ناس بيفضلوا لا يعني شوي هيك يكون رخو ما يكون كتير سميك. الزعتر زيت زيتون بدنا ناكله ني، فالافضل يكون زيت زيتون مشان يكون كل شيء صحي. عن جد الكشك كيف الناس ما بتاكله؟ بالخمسين يا 51 بعدنا على الطريقة القديمة. شو بتعملوا؟ قالوا شي 30 سنة يعملوا خبز، يعملوا منقوش، يعملوا كعك، ويعملوا سمون، يعملوا بريوش. نحكي عن المكانات القديمة، هيك صار لها أكثر من 50 سنة، قطاعة حديد ما بعرف قديش تقلب. ومش بس هيك، عندهم كمان عجينة قديمة. تمام. الجرس كمان بعده ماشي. بسم الله. حلوة حلوة كتير، سمسميتها مزبوط، زعتراتها منيح، عجينتها نافخة مثل ما لازم، طرية مرتاحة، سوبر 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 سبونجي، سوبر سبونجي. واو، مثل الهواء، مرتاحة مرتاحة مرتاحة، ما فيها ولا علقة أبدا ولا قرشة أبدا، سوبر سوفت سوبر سبونجي. فرن صعب، صار له سنين، صار له أكثر من 70 سنة هون، بالضيعة القديمة، منه على الطريق العام، موجود على جوجل مابس، سوبر ماستراي. ها
هلا معطوفين طازة كمان. واو هلا طازة شو يعني؟ طلعوا هو كيف طالعين منهم. اها دغري من الحرس. لك وين وين خيرك يا رجال؟ رجعنا لوين؟ رجعنا عند كلود. هيدا الوقفة بوقفة كل شتوية. كون جايب الجاكيت الدنيا قايمة قاعدة برا في شي نص متر تلج وكلود فاتح وناطر انه رح اطلع. شو بنجي بناكل؟ ناكل شي بدفي شي طيب؟ بيض مع ورمة. انا عارف عليك كأنه هلا التقينا بس انه تروقنا عنده بالبيت على بكره اكلنا بيض بالمقلية هلا بيض مع ورمة. والمنقيش ماشي. ميت كلود. بيض مع ورمة، بيض مع جبنة، لحمة عجين، زعتر، كشك. جامبون صار غالي منشيله منرجع على الأساس. شوية لحمة تحت، جبنة على الوجه، رائعة. ما تسموها لحم عجين، سموها شي تقليد لبناني. حبيت؟ حبيتك؟ بيخلطهم 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 مزبوط مزبوط مزبوط، بيعبي الهواء فيهم. واذا بجي بحط جبنه عليها العجينه بيعملها نص خبزه بترجع بتطلع بتحمص كثير منيح على الاطراف. بيض روعه منه ناشف، جبنته فيه وزيت الشي بيقال على القوارمة. حتى نقل لقمه فيها قوارمة منيح بينفخ مزبوط. بدها صحن لبنه معه ملوحتها على القد. بارغان امبارح عملنا سانست، رح نعمل سانرايز قهوه قبل ما نكفي المشوار. يعني بين منقوشه ومنقوشه بس بريك شوي. هولي صوف امه صوف الدبس، وهولي كيك اوف ذا داي اليوم بالتوت معمولين. المنقوش التقليدي والفرن التقليدي ايه، بس مثل ما قلنا السيستيز اجوا على الضيعه وعملوا شيء كثير سبيسيال. كانت الضيعه منا معودتلي، ان كان الدرينكس عشيه، ان كان الاجواء الصبح، ان كانت الترويقه مع الانجليش او امريكان او يوروبيان ابروتش لهم. الكيكس الهوم ميد كلهم سوا وقعده مع فيو بوجه الارزات غير شكل، وموسيقى كثير حلوه. نايس نايس ستيب للضيعه، ولازم كل الضيعه ترجع تعمل هذا الشيء. تشيرز. هيدا شو؟ شانة الطايفة بتاكل دغري؟ لا؟ تنغلى؟ هي بنطبخها ايه؟ على النار مع بصل وبرغل. اوكي. وترجع بتحط لها حامض وحار حسب الذوق. خلصت مشهورة كل الصيفية عنا، بتطلع على سقاية تحت الشجر وين ما كان بالجنينات. أنا ورد من حدث الجبة، صاحبة ورد كافيه تروتوار. فيني أقول بكل هيك بعتز وبكل فخر إنه بلشنا سوا. كنت بعدك أول سنة، أول سنة محل كان أصغر بكتير، كنا بعدنا مقلعين، كان شتى، كنا قطعتي معنا بشي 3 حلقات صاروا، يعني هلأ التالتة بتكون. محل سبيسيال مهضوم لذيذ، بستقبلكم صيف شتى. صوبيا ساعة اللازم، هيك مطبخ كتير صغير، كل شيء هوم ميد هاند ميد مثل ما شايفين. وتاني ميل من الطريق بالونسوار تبع التيتا وجنين صغيرة حبيت. ما بعرف شو بتذكرني بايام زمان، البيت اللبناني الحجر وعليه عربيشة والعريشة اللي فوق وبطن غدا وبتناموا بعد الغدا. بيض بقوارمة، كشك وكشك بقوارمة، أكيد شوية بندورة من الجنينة. أنا ساكنة سفشت بهاي الضيعة، ما بحب أتركها، فمن خلال شغلي بالسياحة طلعت فكرة أنه أقدر أفتح بزنس هون وضل بضيعتي، ما أترك الضيعة
وقلنا فتحنا كافيه صغيره نعمل قهوه على الخفيف، اشياء كيكس وشغلات شغل البيت. وشوي شوي صارت توسع القهوه، صرنا بنعمل ترويقه بلديه مثل ما رح تاكل هلا بعد شوي، شربات، مونه، زهورات، يعني كل هالاشياء اللي بتخص الضيعه. بحب القعده هون، بحب القعده على الطريق، بحب القعده بنص الضيعه، بتلتقوا بكل الناس، يعني عند كلود بتطلعوا وبتشوفوا الساحه هون على الطريق، الناس فايتة، الناس ظاهرة، وكتير حلو انه بعد الطريق، بعد العالم عم تاخد هذا الطريق، حتى لو فتحوا اوتوستراد جديد يلي خفف كتير العجع عن الضيعة. ورد من القلب، منقوشة زعتر. واو شو هالقرشة، شو هالقرشة، لبنة بلدية قساوتها بتحكي عنها. اوبس، ما تخبروا حدا. بندورة جبلية. خير. عن جد قدي أكل الضيعة طيب، قدي نفس الضيعة طيب، قدي ضحكة الضيعة طيبة. منعيش بمشاكل أكيد، بس منعيش ببيروت وين المشكلة بتصير عشرة، وين كل شيء منكبره براسنا ومنكبره بحياتنا. منطلع بضيعة ومنشوف الناس عم تلاقي حلول، منشوف الأراضي عم تنزرع، منشوف المساعدة، منشوف المحبة، بنشوف انه ما في بنزين، طب نقعد بالبيت ونرجع مظهر بعد يومين. الجو بيتغير بالضيعة ولازم كلنا نرجع على الضيعة. حلم واحد يكون بالضيعة. معقول؟ راي تعا تروق معي، خلص تعا تعا تعا. اشكر الله. شوية خبرة. طب مش عم بوصل. نفرح منك ان شاء الله. ميرسي ولاده. اسمه الكافيه ورد. ورد هذا طيبين كثير. هيدي هي ناطرينا من الصبح، نفخة مزبوط، شوية سماء، شوية زعتر، السمسم برا تحمص مزبوط. راحوا حالكم، كميات كتير قليلة. يلا وقفة واحدة بعد بنكون عملنا كل الأفران وكل المقيش بحدث الجبة، ومن بعدها شو رايحين على بقاكفرة. يلا منوش الصاج هلأ. شهر درجة حاسسهم وادريبل برجر تشيز برجر، بس ما بتاكل كله مع بعضهم. عم تخيلوا، اسمعوا القرشة، اسمعوا الكريسبنس تبع العجينة قبل ما اكلها، عم خبركم خبر، واسمعوا القرشة تبع الخيارة، وبعدين بتجت البندورية السوبر سوبر مسقعة هلا دقتها جوا. او ماي جاد، ولا اروع من هيك، ولا اروع من هيك. واو، خيارة البندورية، الزعترات، الأسيدة الحدية طبعاً فيها نفس بشكل amazing. ما بدها سكين، ما بدها شي، رشة ملح صغيرة. لا هذه لك وين بالعالم تاكلوا هيك شي؟ طلعوا دمعته، طلعوا على الإزازة شو عم يعمل مع الكيس. واو خفيف، ريحته روعة.
مش معقول شو هالاحساس تاع الواحد بيشرب عرق وبيحس درينك لبنان، شراب لبنان، بتذكر الجدود هيك بتحسوا بسكروا عيونكم بترجعوا 100 سنه لورا كيف بيقعدوا بالجبال، الزجل، القعده، كاسك كاسك، الاخبار الحلوه. مش معقول وخيار باخر. مشوارنا بكفي، مشوارنا بيخدنا على ضيعة من أحلى ضيع لبنان، من أحلى ضيع العالم، من أروع ضيع العالم فينا خبركن، يلي اسمها بقاكفرة، أعلى ضيعة مسكونة بلبنان. مش بس هيك، فيها شعب طيب، فيها أشياء بتعقد، فيها بركة، فيها روح، فيها حياة، فيها كتير. بقاكفرة مشوارنا بيقلع. 2006 عم تعمل مونة، هات نشوف شو محاضرة. أكيد شايفين سيارات كتير وحاضرين بروجرامات عن السيارات كتير، بس في سيارة ميد إن بقاكفرة هيدا أكيد مش شايفينها قبل. شايفين اربع من هيك؟ هيدي السيارة يلي بيعملوها خصوصي كرمال يحملوا فيها صناديق التفاح. ميد هون، طلع. السقف بينشال كرمال توفروا اي سي وتكون الطقس كثير حلو. هون ورا بينشالوا الكراسي مش عايزين قاعد ناس لما نحط فيها تفاح. الموتور برا ما بيعوز كثير تبريد لأنه بتكون الهواء عم بيضرب وين ما كان. هي بتضاين سنين. يعني بس بعد ما نزلوا منها على بيروت. خبرنا هالسيارة فيها اي بي اس، فيها كل شيء، فيها 12 ايرباج، ايه ولا 15 كيف حوالي تنفضلوا بحملوا فيها الجاز، بحملوا فيها تفاح. ماشي هون بتضيع كثير كثير، بحبها كل ما اشوفها. مرسي مرسي. شغلتين بدكم تعودوا عليهم بهالضيعة، واحد الكرم ماكسيموم، اثنين صعب تسلموا على حدا، ما بتسلموا على حدا لانه بشد وبقول لكم اهلا وسهلا فيكم. تفضل حبيب قلبي. كل شارع تفوت عليه في مونة بيستقبلوكم، تفضلوا اهلا وسهلا فيكم، نشرب قهوه وبتشوفوا كل المنتوجات الموجوده بالمنطقه. عندنا مزهر، حامض حسن، دبس الرمان وغيره وغيره. سياره ثانيه حبك صح. بونجور، مرحبا، مش الحال؟ الحمد لله. هيدي ما بتحمل تفاح من جوا، بتحملهم بس من برا. معك حليم، نحن اليوم بدنا ناخذك على ببلدة بقاكفرة، هالمحل ببيعوا هلا مونة وتراث، بتشوف حضرتك كل شيء شو بنعمل من اليد العاملة. ساعات بنقول بقاكفرة بنقول قديس شربل، بس بقاكفرة أنا بعتبر أكثر من هيك، فيها مونة، فيها أكل طيب، فيها بركة. ساعات أنت بدك حدا توصف له ضيعتك بقاكفرة، شو بتقول له؟ أول شيء ببلش بالناس الطيبة، الناس الطيبة، الأوادم، الكرمة، البسطة، البعض عايشين حسب الطريقة المسيحية، بيقدسوا، بربوا أولادهم على العيال المرتبة. فينا نقول من أنظف أراضي لبنان لأنه أعلى وحدة. تقريباً، نعم أكيد، مش شادي بقى أكيد 100%، حتى ليك إذا بتشوف ما عندنا معامل، ما عندنا أفران، ما عندنا ترمة، ما عندنا شيء. ومي فيه؟ مي قد ما بدك. ماي من هاي الماي الأصيلة. هاي بقاكفرة بس شفت صورة ورا حلوة. نرجع. جايين اليوم على الحطب. أحلى شيء. ريتا نكد من بقاكفرة. اليوم عم نعمل أورما، أورما على الحطب، كشك مع أورما وبيض مع أورما، وهلا بنفرجيكم شو بعمل. ريتا أنت بتعمل تبيع للناس أو بتعمل لإلك؟ لا أنا بعمل عندي فرن فخارة بالساحة، بعمل أورما مشان الفرن. وبعمل هون شغلي كل شغل الموني هون، هلا بفرجيك شغل الموني. عم نسمع كثير انه اليوم... رجعنا اكثر على الحطب، رجعنا على الحطب بس اطيب على الحطب، فرن فخاره على الساحه وقتها جيت انا واولادي وكثير انبسطنا. مظبوط. فكل كل شيء بينعمل بهذا الفرن بينعمل هون بالبيت على الطريقه التقليديه القديمه، رح نشوف اليوم الاورما كيف تنعمل. الاورما بنعملها اكيد من اللحمه. بنعمل لحمة البقر، بنجيب لها كمان الزورة، بنحط لها مع الزورة يلي هي تكون لحمة معزة.
اوقات بنجيب لها لية غنم، بس هلا ما في لية غنم، وبنحطها على النار بندل نغليها 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 مزبوط تا هي تصير، بس تشيلها بالملعقه تعطيك انه عم بتفقفق، يعني بس تفقفق ما بقى بدها، يعني بدها غلي مزبوط. هاي الأورمة بنعبيها وبتضايم من سنه لسنه ما بيأثر. جون سيارة؟ جون دولاب؟ ها؟ طبخين وجدرة؟ ايه هلا ما نسكب في الجار عم ندوق من الجدر. كافي مندك. كشك؟ لقلي الكشك، هيدا شغلي كمان الكشك. كشك أورما رغم هيك عم بسأسل مزبوط. عن جد شغلي مهمة. كنت عم بقول الصبح اللي بياكل أورما وكشك على بكره بيصنب على كل النهار. طب يلي بياكل أورما وكشك على بكره ما بيرجع بيكون على الغدا، شو بيصير فيه؟ هات صندوق البيضات. هذا سر النجاح، لازم تنقط، لازم تشرشر، لازم تتلي الدنيا، لازم تحسه بقديش تقيلة وقديش طيبة وقديش طبيعية. روعة. صوص البيتزا هي مقلفة من بصل ثوم، وأكيد هاي مش عم نحط لها البندورة فقط منها والملح والبهار. شوية ثوم. شوي. شوية بصل. شوية بصل. كم كيلو عم تعملي؟ صغير عم بعمل شي 100 كيلو بندورة. لا اسم الله اسم الله، كل تفاح اكبر من تاني وموسم حامل حامل كتير. هلا شطارتنا شوف كيف بدنا نطلعهم برات لبنان، او كيف بدنا نرجع نصنعهم، او كيف بدنا ناكل تفاح اكثر. وبعتقد كل العالم رجعت على الطبيعه اكثر. اسمع، ممكن من اعلى تفاحات لبنان تحت الارز شوي، بياخذوا عقل بيحكوا عن حالهم، قشرتهم رقيقه سويت سوبر ووتر اند جوسي. وين رايحين هلا؟ اوكي، فاذا من بعد الموني هلا عندي انا كمان فويه هون، فويه بعكفرة بستقبل فيها ناس. انتم ساكنين هون حد البيت؟ ايه نحن ساكنين. يعني واحد بيتصل فيك بيقول لك انا على بالي اجي نام ببعكفرة، بتعطيه بيت ثاني عندكم؟ 100%، يعني هو بيت مؤلف، يعني مثل بيتنا، يعني عاملين شقه منها عاملينها فويه. هات نتفرج. يلا. فإذا هاي الفوييه كل أوضة مألفة من ثلاثة طرق. يعني فيها أقول للناس عندكم صار بيت وبعكفرة 11 تخت تجوا عائلة عائلتين مع بعضكم، عندكم مطبخكم حمامكم تخوتتكم كل عدة، وإذا بدكم شيء تنزلوا لعندها على الفرن تتروقوا. مزبوط، أهلا وسهلا. جلد
حرام ضغط ضغط هكش قوي نايس يلا دوز نموت شوف شوف هادي بملا انا ببخها بالشتاء مرسي فيو وعاملي هاكي اذا بتحب شيء شراب التوت بتحب تعبيك شراب التوت تشرب قنينه مرسي ستنا مرسي يعطيك العافيه بشكرك بقول لك شيء مرسي مرسي ويعني جرس هذا الكنيسة العظيم بقلب بكفرة ضروري يكون كتير قديم إن شاء الله نقدر نلاقي شيء عليه مكتوب ونشوف من أي تاريخ يا نفسك شكله كتير 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 قديم كتير قديم كتير قليل اللي شفناهم مصبوبين صب هيك هيدا كانوا وقفوا يعملوا ورا بتاخد كتير شغل الزيح بعدهم زيتهم بس شكله كتير قديم حتى اسمه للزلمة مصبوب صب وصوته كتير حلو كتير حلو ما بعرف اذا الجرس كمان 1908 بس اذا هيك صار له 110 سنين أحلى ضيعة بمناخة بشعبة بقدي الشربل وهيك بكفي كتير أشي حلو متذكر كيف إحنا عايشين أنا من 75 عايشين من أيام الفقر من الأكل الرخيص كان وكل شيء حلو كل شيء حلو بس هلأني بروح من نشتري لحمة من شوية لحم خنزير نشرب عرق قعدات حلوة سهرات هادي أحلى شيء كنا إذا مسافر وبدي اشتاق لشغلة وحدة هي هالبندورة ما في منها إلا بلبنان أهلا وسهلا فيك بحطك شقفتين حبتكم عظيم تفضل وبتلفوا يلا رح جيب عم سخن بعد أنا جوا هايدي هايدي هيك إذا بكون بندورية أكبر من منقوش يلا هلا بجوا روعة 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 في أطيب من أكلات لبنان والله والله لا والله في أطيب من أكلات كيفك ستنا؟ كيفك أنت؟ كيف صحتك؟ منيح؟ اتفضل تنضيفك شيء اللي بياكل كثير بنشوفه على التلفزيون بتضيع ما نشوفه بالضيع بيقول لي خبر اني هلا لا هيك بيقول لي يا عمي ما بيشبع هالزلمه قديش وهو ما بياكل هيا يعطيك العافية جيبي دارك كيك من جوا ميرسي ميرسي Thank you.
وسهلا فيك بعكافرة. بضيعة مر شاربي كيفكن؟ أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. استيستوني تفضل. مرسي. خلصنا بقفرة وهلا بنتجه باتجاه بشري على الطريق عنا بزعون حسرون وغيره من ضيع برمى القضاء بتكفي. هل صار زمان؟ 65 سنة. في غراض بهالمحل قد ما في بالسبينيز والشاركوتيه عون مع بعض. وبقى انا باكد لكم انه بيعرف كل محل كل غرض وين محله. فوق بعضهم شو حلو الدكان القديمة، كل شيء واحد معقول يعوزه بالضيعة، من القفل من الفاب من الكيس من التيناكس من اغراض الجنينة. رائع رائع. حنان صنصبو صعي جيلنا كان عايش بذهننا بهذا الجيل عايش عند ربنا بالجنة، بس الله بعت الحرب، التلفزيون بالبيت، الراديو بالبيت، الحمام بالبيت، كنا نروح مثل ما هون والحدث تنجيب تنك مو عكس في الضهر العين. اليوم عايش بالجنة هاي الجار، السيارة قدام الباب والتشفيت قدام الباب. بجي الساعة 7 ما عندي حدا، وبروح الساعة 6 7 هلا بهالوقت 7:30 8 بروح. هول الناس اللي ما بنقدر قديش مهمين بمجتمعنا وقديش هن بنيو نحن وصلنا له. نسيتنا قديش جيت لهون من كتير 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 زمان، وبتذكر من وقتها كان الاكل بيعقد. في كتير ناس رجعوا سألوني وين بنروح نتغدى ببازعون، قلت لهم هون، وما حدا منهم ندم ابدا، مبسوط نورج رجعنا. اتس لانش تايم. في 2015 جيت لهون وبتذكر كان الاكل كتير طيب. جينا بالشتاء ما كان في تراس، قعدنا تحت وانا وفالي قلت اوف هيدا المحل برجع له. انا اخذت معي 6 سنين بس رجعنا على محل لقمه بيت، قاعدين عائليا، ماما تحت هي بتطبخ الكبه راس غير شكل، وكل شغله معموله بنفس
رائع اكيد جبنه مع حمص تسلق. انا شبعان هسا بتشوفوا حمص مع قورمه حبه كاجو على الوجه. لا برجع نعمل ريسيت ومنقلع عن جديد. Very good. تبولة طازة وهلأ الموسم برا بصل معمولة فريش هلأ. في طعمة البيت ونفس البيت. الأكلات مش معقولين فقال بنزل بتعرف على تيتا بس تقلها ميرسي اكزيكوتيف شيف بالمطبخ. تجي قلة ميرسي على الأكلات العظيمين. صحتين اهلا وسهلا فيكم. روعه. انا ما استحق لانه ما بهالموديل ما لا بتعقدي بكل فخر خلي الكل يعرف شو مين طابخ مين محضر الاكل. اهلا وسهلا فيكم. عظيم والبيض عظيم والحمص عظيم وكل شيء عظيم. اهلا وسهلا فيكم. كله على الايد بنعمل هون؟ ايه على ايدي بعمله انا وبنتي. مثل ما بتطعم مثل ما بتطعم عائلتي مثل ما باكل انا بطعمي غيري. أكيد الكبة تهلع اللمعة تنقص بالإيد. أكيد اتفقنا على الموضوع ما مندق فيها السكين. ناخد شقفة هيك صغيرة أول شي مندوق منحبها كثير منبسط فيها بس بتصير أطيب كثير كثير مع شوية حمص على الوجه. لازم الشحمة تستلذوا فيها منيح. فتحنا 2008 احنا تقريبا كانت فكره انه من هيك شيء بالضايعه كان في انه كذا شغله بتساعدنا انه اول شيء منطقه سياحيه سياحه بيئيه سياحه دينيه وكان من وقت كنت بالمدرس كانت الفكره انه براسي وبلشت فيها شوي شوي. يعني اكيد في اهلي في كثير ساعدوني توصلنا لهالمرحله هيدي ويعني تعبنا كثير تنضل محافظين على نفس الليفل. صيف شتاء فاتحين اذا الله رد كل يوم اذا الله رد بالمبدا تراس للصيفيه وتحت بالشتاء فاتحين دائما اكيد اكيد اذا الله رد ما عدا التنان. كافيلو كازينو بلشت سنة 1929 اوكي يعني هسه كم سنة بنعمل المئوية الذهبية إذا الله رب ضلينا بخير وأنتم كمان. وقهوة مثل ما هيك شايف ما بقى في منها بهالأيام مثل ما بيقولوا. من القهاوي القليلة القهاوي القليلة يعني بعض البعض قديم كل شيء صحيح قديم. يعني البعض على التراث القديم منها مودرن. بيجوا شباب بيجوا بنات بيجوا يعني الأعمار بيجوا الكبار شوي بالعمر. قد نفتح من 9 الصبح لل طلع واحد اثنين قد ما كان أرجيلة قهوة جوس طبيعي. هيدي أرجيلة أصفهاني تقريبا بالشمال كله بعد بطرابلس بيعملونها بهي القهوة. وهون هيدا تنبك مثل السيجار يعني تنبك دخان مش إنه عم هذا معسل اللي بيحطوا له نكهات. فهيدي مميزة عندنا هون. مراحل من القديسة جانفيان من قصة حياتها يعني هولي الصور إذا بتحب الصور. هون كان في الياتر والمرحومة الفنانة الشهيرة صباح شحرورة كان عمرها 18 يوم خبرونا أكيد ما كنا خلقنا بخبرونا كانت على المسرح هون في أرمح هيك حجر فوق شو هي؟ هذا البلاك وقت أنشأوا المبنى يعني عمت عملوه 1929 فهيدي من وقتها من 1929 من هالأيام من وقتها فتحت كافيه. حسرون جلال حسرون تاريخ وأول واحد سؤال بيسأله طب أوكي ليش حسرون ليش مش ضايعة اللي قبلها ليش اللي بعدها قديش حسرون كان لها أهمية تاريخية جدودنا بيحكوا عنها صحيح وبعدك حسرون أهم من قصة ضايعة هي أكثر فيلي هي أكثر انتماء هي أكثر حس بالمقاومة حس بالانتماء لهيدي الأرض. حسرون تاريخها كثير عظيم كثير كبير إن كان بالناحية الدينية أو بالناحية الثقافية.
فيها ثلاث كنيس هلا، في اول كنيسه تحت هي مارليبا، في كنيسه السيده، وفي كنيسه جديده هي كنيسه حنيه. كل الناس اللي طلعوا من حسرون واللي تعلموا واللي راحوا على روما واللي اسسوا بروما واللي اهمهم العلامة السمعاني، كل الناس رجعوا على حسرون وجابوا كل هالحضاره وكل هالثقافه وحطوها بضيعتهم. بتشوف سوقنا يمكن السوق الوحيد بلبنان اللي هو فيه 3 ستوري بيلدينج، يعني ولا سوق تاريخي. عم نحكي من 100 سنه، عم نحكي 100 سنه صحيح، ولا سوق تاريخي بتلاقي فيه 3 طوابق. بتشوف قديش كانوا جدودنا واللي سبقونا متقدمين، ان كان بالارشيتكتور او بالثقافه او بالحضاره اللي كانت عندنا. عرفت حسرون اول مره بخبرها كنت راي على كونك الشافي، كان عمري 17 سنه باهدن، وقطعنا من هون وطلعت شو فيها ناس شو حلوه وبنات حلوه وهيك تعرفت على حسرون، وحسيت انه من وقتها ما بكون بمحل وبيعرفوني من حسرون الا ما حدا عنده ذكريات ان كان بالطفوله او اكبر شوي فيها، لانه كانت تستقطب كل هالناس، لانه كنا يطلعوا يسيفوا عنا، عشان هيك بتحس بحسرون في هالروحيه الحلوه، هالملقى الحلو، يعني ما بتروح عند حدا الا بيستقبلك بيقعدك على الغداء وبيحبك، بتحس هيدي المحبه وهيدا الفيلينج اللي بكون مبسوط فيك بتحسه وقت تكون عنده. مطاعم في، جست هاوس في، بيوت قديمه في، حسرون في، كنتوا تتمشوا في تريلز حتى صحيح. فشخه من الوادي، فشخه من بشري، فشخه من بعكفره، فشخه من وين ما كان، حتى نتمشى بس نشوف البيوت القديمة اللي أنا مغروم فيها. يلا من قلع. هو ممر قديم عم ترجع البلدية بمساعدة اليونسكو بتمويل إيطالي، عم نرجع نستحدثه تمشان يقدروا الناس يمرقوا عليه يشوفوا جدودنا كيف كانوا يقطعوا، كيف كانوا ينزلوا على الودين، يقدروا يزوروا مار أسيا اللي هو أقدم كنيسة بكل قضاء بشري. هيدا التريل تقريبا صار على نهايته عمليا، طوله شي 1.8 كيلومتر نزول، بتوصل على كنيسة مار آسيا اللي هي مثل ما قلت أقدم كنيسة. رح ترمم هالكنيسة ولح يكون كل الجدرانيات الموجودة بقلبها رح ترمم، تتصير محج ومزار لكل بحبوا هالنوع من الرياضات الروحية والطبيعية. جربنا نعمله هون نحافظ على الطبيعة مثل ما هي، يعني ما خلقنا شيء جديد على مسار التريل، جربنا نعمله سيف بطريقة تضل محافظ على طبيعته بس يضل يكون سيف لكل الزوار اللي حيزوروه. بحب هالضيعة، كنت بحبها كتير هالضيعة وبيوتها القديمة، بس كمان واحد يقدر يعمل كل شيء، إن كان مشي، إن كان سياحة دينية، إن كان سياحة أكل، المطاعم، الكافيه، وهالتريل اللي عم ننزل فيه بالوادي هلا باخر كل نزله في طلعه رح تحملوني تلوع. شباب شكلك تعبت. انا لا، ما رح اتعب الطلعه، انا عم احملك، عم فكر بالموضوع. كيف كانت النزلة؟ نطرناك. آه. يعني نحن قلنا المشوي ما فيها لذة بليك. بهي كوفي اند مور، نحن عنا all kind of coffees.
كولد اند هاب. الفكرة طلعت معنا during كورونا بالحجر وبالخبريات، قلنا لازم نعمل شيء تنشجع أكثر اللوكل بيزنسز، وطلعت معنا فكرة بهية. الاسم هو عبارة عن الميموري اوف اور جراند مادر اللي هي ستة، وهي ما حدا بيعرفها بالعائلة لأن توفت عن عمر كتير صغير. أخت بهية بتحمل اسمها، حبينا نحن نخلد اسمها بطريقة معينة، وطلعت معنا هالبزنس الكافي. اوكي البون بون ذكرت طعمتها، انا منها على درينك مع كراميل. واو زيت البون بون ولا راحت ولا اجت مثل ما هي، نفس الطعم. وهيدي بلا قهوه، فيها شوي كوفي بالباودر يلي بنستعمل. اوكي جيل، وفيها كمان شقف الكرانش الشوكليت اذا لاحظت انت عم تشرب منها هالقد ووتر. عنا الكولد والهوت درينكس. الكولد عنا ستروبري ليمونيد كوكيز موكا. هوت درينكس كل شيء هوت درينكس كوفي معقول يخطر على بالك عنه. هلا رح ندوق هيدي سبيسياليتي المحل. Very nice. اوكي. بتدفي للشتاء على القد. العشية هون بيرفكت. هوت شوكليت على طريقتكم. ما بينها وبين. تعال دوق. هلا رح نحط بعد تو درينكس. يلا. يا رح يغاروا مني ولادي لانه ما بعتقد ان الشربان هو القصص اكثر مره بحياتي، وهن بيبسطوا فيهم كثير. Very refreshing. وسكرهم خفيف، وهيدا اهم شغله. Sweetness كثير خفيف. شعنا على الطفوله. ذكريات ايام سعيده. اول شيء خلينا نبلش ونوعد الناس، هيدا الشيء فيهم يطلبوه وهيدا سبيسيال لي. هيدا لبعدين. لبعدين. حيكون لبهية. اوكي. بس عم نحرقسكم هلا، رح انا ذوقه وبخبركم بعد كم شهر. إذا فيكم تطلبوا. أول شيء طب نحن عم أنتوا عم بخبرينا كيف بلشت الفكرة. قالوا لي إنه كيكاتك طيبين وبتعمل إشي طيبة. أنتوا بتحكموا إذا طيبين ولا لا. شكله في كونسبت عم بيركب بعد شوي وخلصت من الآخر. هلا خلينا ببهيز أند كوفي أند مور شوكليت كيك. رح يكون هو بهيز سبيشال كيك. وعلى الوجه الأبيض هو؟ هو كريم فريش. طب مش ظلم انه الناس ما تقدر تطلب هيدا الشيء اذا بتجي لهون؟ كثير قوي. شفتوا لمعته من جوا؟ كله لإلك 100%. خويت عن جد روعه. ساعته على القد، منه دلع، منه ناشف، سكره على القد، سوبر نايسلي بالانسد. اي لاف ات. عن جد حلو. حلو الأمل، حلو الضحكة، حلو المحبة، حلو حلو حلو. كل وقفة فيها شيء أحلى من الثاني، كل وقفة فيها نضال. كثير عم بحب. بنقدم كل شيء، عصير فريش، راجل لعب ورق قديمة؟ بدي قديمة قديمة، من عمرها شيء يمكن 60 70 سنة. بلد هذا بنعرفه. اهلا بربك. هيدا بنعرفه من بزعون. هيدا بنعرفه كمان. هيدا اللي بنعرفه. سعيد هي اشياء الضايعه بالطريق. ادم احمد كان بالضايعه لابا من 5 سنين يمكن اكثر شوي. قعدت هيلا ورممها وغير الكونسبت، مش ما بطلت قهوه بس، يعني صار قهوه مع اكل مع بيجوا بيقعدوا، يعني صارت بتستقطب مش بس الناس اللي بدهم يلعبوا ورق، بتستقطب حتى رجال ونساء بيجوا بيقعدوا هون ان كان بالنهارات او بالليل. يلا وهي للطريق. كيفك؟ ان شاء الله تكون عم تربح. حلو الان. لا والله. رايحين نشوف جبنه ظرفيه بالظرف. انا مفكر انه جبنه ظرفيه بس في منها باهدن، تنشوفون شو عندهم. عنا هون دكانة محل خضرة بنزرعها نحن عنا بالجرد، قلعة بمي طبيعية وخضرة بلدية من دون كيماوي من دون أسمدة من دون شيء أبدا، طبيعي. عامل قاعدة بجنينة، بنعمل سهرات نار فوق، بنشوي بطاطا مع صلصة، نحن الصلصة بنعملها من البندورة تبعيتنا، وعنا الجبنة الظرفية اللي هي هيدي الجبنة. هات لنشوف الجبنة. يلا يلا جبنة.
هذا الجلد تبع المعزه. هذا اول شيء بيسلخوه عند اللحام، بينزلوه بشكل ما ينخزق، بينزلوه هيك بكله سوا بشكل انه ما ينخزق، وهذا بيغسلوه بالمصل وبيعملوه بالملح، بيدلوا على مده جمعه يفركوه من مال جوا مشان انه يكون كتير نظيف. بيعملوا الجبنه، هن بيعملوا الجبنه راس وبيحطوا مع القريشه، بيحطوا مع القريشه والسمنه تبعيتها وبيسكروها بيحطوها بالمغاره مطرح ما يطالع الماء من الجبال، وبيخلوها شي 20 يوم 25 يوم. بيطلع كيف واحدة بيقطع لبنه بالكيسه، نفس الشيء الجبنه بيقطعوها بجلد المعزه. بعد 20 يوم تعطي هي النكهه تبع الذكرى، هي هاي بيقولوا لها الذكرى، جبنه الظرفيه. هيدي الجبنه هنا خبز جبنه الفتة، اسي 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 ملبدة على بعضها، ملوحات على القد. مش حيالة جبنة بلدية شفتوها بالسوق بقول لكم جبنة ظرفية، هيدي فيها شغل، فيها طعمة شهرين شغل. هاي على الأصول. خويك عامل مرة بطيف بس البطاطا نحن بنقدمها للعلم هيك، يعني بطاطا مع الصلصة هيدي بنضيفها للعلم يلي بيحب. حتى التومات شويهم هاي؟ لكن هيدا التوم، هيدا التوم بلدي أنا زارعه، هيدا التوم أحسن شيء، هيدا أطيب شيء وصحي كتير بالشوي. هيدا هيدا التوم بلدي نحن زارعينه كتير قوي. هلا بس نحطهم هيك مع بصل. أوه كملة. ثانك يو باي. حتى ناكل بطاطا وصلصة مع الريس. محلنا نحن اسمه تي جاردن، يعني حديقة توما، لأنه نحن بيت توما مسيطرين على السوق. يعني هون عندنا كتير محلات، كل العالم تجي بتقعد عندنا من عشية، هون بنعمل سهرة النار والبطاطا المشوية والجبنة الظرفية والعرق البلدي. وأهلا وسهلا فيكم. انا والله شايفين اكرم من هيك عن جد. ميرسي، شو بدي اقول لك؟ ميرسي. يلا ها حاول تعال. تعينا من سنتين صاروا؟ صاروا سنتين. صاروا سنتين. وغبت عنا سنتين. وبالشتوي ما جيت ولا مرة لعنا. روت 829. خبرني شوي. فاميلي بزنس. يس، نحن لنا 4 سنين فاتحين هون بحسرون، وبلش المشروع بعد 6. جددناه وبلش ريستورانت، جيست هاوس، صار عنا اندور. آخر فيزت ما كان عنا اندور. سو نحن كل الشتوي بنفتح مع شمينة وكل هدول القصص. نحن بنفتح ترويقة سبت وأحد بس من 9 ل 12، ونرجع نفتح غدا من الساعة 4 وطلوع. كل أحد عم نعمل إيفنت، كل أحد عنا باند، كل أحد عم تكون باند جديدة، عم نجرب قد ما فينا نعرف العالم على عالم جديدة، على باندات جديد. نحن kind of international cuisine، عنا باستا، أبيتايزر، سالادز، بيتزا، برجر، كاساديز، كذا نوع ديسير. السؤال من وين؟ السؤال كيف؟ السؤال هات نشوف. رح نشيل هاي، رح نقبص على الأمريكانة ورح نجرب نحتال عليها ونفوتها كاتشي واحد. منجرب A game of textures and flavors. أول كاتشي طق حنك، بالتانية بيفك. Nice experience. وهيدي أكلة الشتوية، أكلة الجبل. جاكيت بوتيتو محشية مزبوط. نشيلها هيك. فيها جبنة العائلة كاملة. نبلش من النص محل ما الشوكولاتة منيح. سبحان الله كيف الديسير له معدة تانية.
الواحد بيكون شبعان بيلاقي له محل. Good stuff. وهي من تفاح بلدي. Very good stuff. طيب نهار طويل بلش على الساعة 7 وقفت عد 8 أفران قدوين قهوة ما بحياتي شربين قهوة لاد بيوت قديمة قد ما بدكن ناس طيبة كتير أمل حياة حب جبال لبنان وضيعة كتير حلوة بس صار وقت نرجع على الأوتيل هلأ شوي تنأمن النومة وليلتنا بتكفي لأنه في عنا سيربريز بيت عائلة بيت مسكون من بشراني بيسمح للناس تعيش مثل ما بيعيشوا البشراني يعني بدك توقع بكرة بدك تنزل معي تشوف شو فيه تقطف وإذا ما في شيء تقطف بتقطف شوية تفاح شوية خوخ شوية مشمش حسب شو فيها على الشجر نحن وين بيبشر بي دوت بشر هاني بيتك أهلا وسهلا بيت العائلة في 7 أود مرسي أهلا وسهلا رح نطلع عنا إلو أود هو بيت كبير كم طابق هو ثلاث طوابق وهيدا الفرش هو زيته من أجيال كل الفرش انت وهالقد بتذكره ايه او نجاب من بيوت بيوت لعائلتنا ببيروت ونجابه لهون ما خافة انه يصير له شيء الايقونة من رطوبة او ما شابه منجيبها لهون على البيت ومرة بالسنة منقدس بمنحلة نحملها من هون نخدها على الكنيسة منقدس ونرجع منردها لهون ما بتاكل الا من التروار تبعي هون هونيك عنا اوضه مستقله كبيره اوضه هون عنا اوضه فاميلي روم يلي هن الاهل هالمال الاولاد هالمال بتسع 4 اولاد وعندهم حمامه بنسكر هالباب وبنصير وحدنا بنام انا هون واجري برا هيدي الأوضة اسمها جولا بوم لأنه هيدي كانت أوضة والدي ونحن هيك كنا نسميه بين بعضنا بيت كتير كبير ستعمر مظبوط كل سكتور الحمد لله هو عنده 6 أولاد ممكن ضارب حسابه أنه بده يكون هون هو أولاد بعد في طابق بعد ما خلص البيت بعبر مثل بيت 3 طوابق 7 اوض ما بعرف اذا بساع انا ما عديت بس كم دخل فيه 25 30 شخص نعم. على 3 طوابق كلهم فيهم منظر في ارزه بالوجه يعني قعدنا بس ناخذ نفس لانه اسم الله بدي ركز على شغله انه اجمالا بتفوت على جيست هاوس في الترويه بترجع بكره بس انت مصر انه زي اللي بحب يتغدى بتغدي اكيد بحب يتعشى بتعشى اكيد بنعمل بالبيت كله من التروار يعني شو في انتاج ببشري وبمنطقه بشري بيقدر ياكل منه مونتك للناس اللي بتضلوا هم بيبيعوا مونتي مش للبيع مونتي الي صح حتى نبيداتي الي وحتى عرقاتي الي هدف وراها هو انه نقدر نفرجي الناس طريقه عيش البشرانيين يلي هن اولاد جبه ويلي هن بيقدروا يعيشوا باكتفاء ذاتي عبالكم تعيشوا بشراني قديم عبالكم تعيشوا الاكسبيرينس عبالكم تتعلموا اللغه رح جرب عبالكم تعيشوا ببيت ومثل ما بيت لبناني تقليدي محترم بعيش فيكم تجوا على هذا البيت اهلا وسهلا فيكم صحيح منكفي برمتنا ومنشوف شو في تحت الشجره برا يا اهلا فيكم بالبيرغولا قررنا نعمل شيء هيك حلو للضيعه العالم تيجي تسهر وتقعد برواق بدل ما يقعدوا بمحلات مسكره جو حلو جنينه وبيقعدوا هون ارجيله ومشروب وسناك خفيف شخص بصراحة علق اسم لبنان بالعالي دكتور أنطوني رحيل أنطوني
بال94 كان عمري 12 سنه، فتت اول مره على السكوت. كان حلمي يكون سكوت من انا وصغير، وما كنت عارف انه سكوتيز معقول يوصلني محل ما وصلت اليوم. هلا بتفهموا بالقصه ليش. كنت من اول حدا، من اول ناس فتحت جروب مورسال، دونك كنا من المؤسسين باتريار. حلمي يكون اطلع مخيم، وما بعرف من انا وصغير بحب هيدا الشيء. يمكن كنت اقرا كثير لباتروي دي كاستور الالستري، لازم كلكم تقروا. بلشت القصة هيك شوي شوي، وطلعت كتير بسرعة، مشيت كتير بسرعة. اسبي بعد سنة، سبي بعد سنتين، بعدين اسيستان كان عمري 15 سنة، شيف دو تروب كان عمري 16 سنة ونص. يعني كنا نطلع على الكامة كان معي سيارة. بدي قلكم شغلة كتير مهمة، ولليوم برجع بخبر زيت الخبرية عن جديد وعن جديد. بال 95 ساعة بلشت بالباتروي، سألونا مين عبالي يكون فوتوغراف، قلت لهم أنا، وخلصت قصتنا اليوم هون. رجعوا قالوا مين عباله يطبخ، ترى انا وصرت نوغارليك نونيز. قالوا لي يلا لازم نعمل بادجيت، فقلت له انا بدي اكون بدي اعمل باتش كوليكسيونير. بيقول لي الشيف تبعي طيب شو عبالك، قلت له عبالي جمع كبريت. جمع لي 75 علبه كبريت، اليوم صاروا 3500 و450 علبه انينه كوكاكولا و300 انينه ابسولوت فودكا وغيره 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 من الاشياء. ففيني خبركم انه، وهي الوقفه اللي واقفه قدامكم عم خبركم ومرتاح مع حالي ومني مستحي، واللي هو اكيد سكوتيزم علمني اياها كمان. فبس بدي اقول لكم انه قليل 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 بكل الحكي اللي بيسالوني اياه، او بكل الكونفرنس اللي بعطيهم، او بحيالله جامعه وقفت، او بحيالله مدرسه وقفت، بحكي عن عائلتي يمكن شوي، بحكي عن اليوم مرتي، عن اولادي، بحكي عن بي وامي، كلهم شوي شوي شوي. بس بحكي قد ما عم بحكيكم يمكن صاروا 10 دقائق عن السكوت يلي عمل مني انسان جديد تاني. حببني لبنان اكيد، حببني بالارض، حببني علمني القيم تبع كتير اشياء. فهيدا المساج هيك رح نبلش من هون، وبعدين بنرجع بنقعد نحكي ونتسلى وبسالوا الاسئله اللي بدكم اياهم. بس تخبركم انه انتم لالكم اليوم كل واحد ما بعرف قديش عمره، الحرش اكيد، واصحاب اكيد، والخيمه اكيد، وكتير اشياء من اللي هن اليوم عم بتشوفون على الورق والقلم اذا فينا نسميهم. واذ بعد 10 سنين رح تطلعوا على المجتمع، على حياتكم، على ايامكم، على شغلكم، وراح تقولوا بحترم الناس لان كنت كشافة، شو كل شغله تعلمتها اليوم هون راح ارجع استعملها بعدين، راح اقدر بلدي وحب بلدي لان كنت كشافة، وغيره من الاشياء. فهيك قلت مساج بنبلش اليوم، وما فيكم تتخيلوا قديش مبسوطكم معكم. صرت مصور تقريبا شي 800 حلقه بلبنان، بلشت ب 2015 لليوم 1800 ضايعه، صاروا 3100 حلقه على يوتيوب، ام تي في بقطع كل يوم، تيك توك وغيره وغيره اللي انتم بتعرفون. بس فيني اخبركم هي اول مره، اول مره بنصور سوا او بنكون سوا بكونسكوت، وكثير اشتقت ماكسيموم. كان اكل الدين بالدين اكل قالوا لي بعض صغيور، ولما كبروا قالوا صغير معيون يا عرق يا عروس. هذا بنعرفه؟ يا حبيبة القلب من عنه. أهلا وربي. حاول تفضل. سالي يا دين. أهلا. طلع نور من دينية. لا أنا قعدت عندك.
تعلمنا اللهجة؟ هيدي صعبة لأنه هاي بتيجي بالدم. أنت بتنام هونيك وأنا بنام هون. حمام أكبر من قطة بالبيت. Laisse la voix chantante monter vers toi pleine d'amour. Tu dois aimer l'âme de prière qui de ce temps s'en va montrer. Pour toi qui n'avais sur la terre pas de maison pour s'habiter. Nous venons toutes les patrouilles te prier pour te saluer. L'oiseau voix silencieux. Sans compter, à son droit, sans suivre dessus, à son échange de cours, son dépensé sans son temps de présence, ses adresses sont très importantes.